الاكس راي سيستم بيتكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني هو الكنترول كونسول او اللو فولتج سيكشن من السيستم. الجزء الثاني هو الهاي فولتج سيكشن من السيستم. الجزء الثالث اللي هي التوصيلات اللي واصله بالاكس راي تيوب. الجزء الاولاني اللي هو اللو فولتج سيستم اللي هو واصل بالكنترول كونسول ده بيتم فيه تحكم اليوزر في البارامترز اللي احنا بنحتاجها علشان نقدر نعمل بيها تصوير بالاكس رايز. يعني مثلا ازاي ان احنا نعمل ادجستمنت للكيلو فولت بيك، ازاي ان احنا نعمل ادجستمنت للملي امبير السكند، الحاجات دي كلها طبعا بنقدر نعملها من خلال الكنترول كونسول. ده بيتعمل في لو فولتج سيركت علشان تبقى ابسط فيه الامبلمنتيشن. بعد كده بعد ما اختار كل الحاجات دي، الفولتج مثلا الكي في بي اللي انا اخترته من هنا يعني بختاره هنا كلو فولتج، وبعد كده بعمل له مالتيبليكيشن من خلال الهاي فولتج سكشن. بيبقى في عندي هاي فولتج ترانسفورمر يضربه مثلا في 1000 علشان اقدر احصل بيه على الكي في بي اللي انا محتاجه عشان ادرايف بيه الاكس راي تيوب. نفس الكلام برضو بنعمله بالنسبة للكرنت اللي احنا بنمشيه في الفيلمنت علشان بيسيكلي نطلع الالكترونز اللي هي بتحدد لنا الكوانتيتي بتاعت الاكس راي بيم. وده طبعا برضو بنقدر نختار الكرنت اللي بيمشي بيبقى قد ايه من خلال الكنترول كونسول. الاوبريتنج كونسول اللي اليوزر بيستعمله في الاكس راي، الكومن اوبريتنج كونسول، بيبقى فيه حاجات اساسية جدا لازم تبقى موجودة في كل الانظمة. اول حاجه لازم يبقى في عندي حاجه تحدد لي الكي في، لازم يبقى في كنترول عشان يحدد اليوزر بي يحدد الكي في بي اللي هو هيستعملها او محتاج يستعملها بتكون كام. لازم يبقى في كنترول عشان يحدد الملي امبير عشان برضو يحدد الكوانتيتي بتاعت البيم بتبقى شكلها عامل ازاي. في برضو كنترول علشان يحدد السكند، يحدد الاكسبوجر تايم بيبقى قد ايه. وعاده السيستم بيحسب مالتيبليكيشن بتاع الملي امبير والسكند ويطلعه لي في فيجر واحد اللي هو الملي امبير سكند بيساوي كام. في بعض الاحيان ممكن يبقى في كنترولز اخرى بس ما هياش دايما موجوده. في بعض الانظمه اللي هي المتقدمه ممكن تكون موجوده بتسمح لليوزر ان هو يكون عنده سيرتن ابلكيشنز، يعني مثلا سكال شولدر تشست، في بعض الابلكيشنز الاساسيه وانس ان انا بضغط على البتن اللي هو خاص بالابلكيشن مثلا بتاع التشست بيتحط هنا البارامترز المناسبه بالنسبه للابلكيشن دوت عشان يسهل على اليوزر ان هو يحدد البارامترز بشكل سليم. طبعا احنا هدفنا في الاخر من الاوبريتنج كونسول ان احنا بنحدد البيم بتاع الاكس راي اللي هو هيطلع ده، محتاجين ان هو يبقى of proper quantity and proper quality. وزي ما احنا كنا اتكلمنا في الجزء بتاع الاكس راي production، radiation quantity بتريفير للنمبر اوف اكس راي photons او الانتنسي بتاعت الاكس راي بيم. الراديشن كواليتي بتريفير للبنترابيليتي بتاعت الاكس راي بيم، يعني بمعنى دي بتتحدد اساسا بالكيلو فولت بيك، يعني بتحدد بالانرجي بتاعت الاكس راي بيم اللي تسمح له ان هو يعمل بنتريشن في الاعماق تبقى اكبر شويه او تعدي في حاجات ممكن تبقى الامتصاص بتاعها عالي مثلا زي العظم والحاجات اللي زي كده. طبعا الراديشن كواليتي بتحدد اساسا بالكيلو فولت بيك، بس بعض الاحيان ممكن نوصفه بالهاف فاليو لاير، يعني نقول ان هي مثلا من 3 ل 5 ملم الومنيوم مثلا كهاف فاليو لاير علشان برضو نقدر نحدد الكواليتي او نوصفها هي بتساوي كام. وانس ان اليوزر حدد الكيلو فولت بيك والملي امبير اللي هو محتاجهم، لازم الكلام ده يبقى امبلمنتد بشكل ما داخل الجهاز. الكلام ده بيحصل في اللو فولتج سكشن بتاع الجهاز في مكان او في ديفايس باستعمال ديفايس اسمها الاوتو ترانسفورمر. الاوتو ترانسفورمر هو زيه زي الترانسفورمر العادي بالظبط، بس ده الاختلاف بينه وبين الترانسفورمر المعتاد ان دوت بيبقى البرايمري والسكندري هم عباره عن وان سنجل كويل. بالنسبه للترانسفورمر الايزوليتنج ترانسفورمر بيبقى البرايمري والسكندري بيبقوا منفصلين، بس تيل القانون بتاع الترانسفورمر هو واحد، نفس القانون هو واحد، عدد الترنز عدد اللفات في السكندري على عدد اللفات بتاعت البرايمري بتحدد لي الفولتج في السكندري بالنسبه للفولتج في البرايمري. فاحنا بيسيكلي اللي بيحصل عندنا بنحط الفولتج من المينز ونختار هنا عدد اللفات اللي احنا محتاجينه علشان يدينا الفولتج اللي احنا بنحتاجه عشان السيستم. فالفكره هنا ان احنا عندنا في الاكس راي احنا بنتكلم على ان احنا بنعمل سويتشنج بتوين كيلو فولت بيكس، يعني نتكلم مثلا محتاجين مثلا ان احنا نبقى عندنا سيلكشن من اول مثلا سي 25 كيلو فولت بيك لغايه مثلا 120 او 130 كيلو فولت بيك. فالسويتشنج بالنسبه للهاي فولتج اللي بالشكل ده كده بيبقى الحقيقه في منتهى الصعوبه. الابسط ان احنا ناخد الفولتج
في اللو فولتج سيكشن، يعني ناخد هنا مثلا 100 فولت، نحط 100 فولت على الاوتو ترانسفورمر، وناخد مثلا 10 فولت 20 فولت 30 فولت وهكذا. وبعد كده بعد ما ناخد الفولتج ده، بعد ما نختار الفولتج دوت من الجزء اللي هو لو فولتج، ناخده بعد كده نكبره باستعمال ترانسفورمر كبير اللي هو الهاي فولتج ترانسفورمر، نضربه في 1000 مثلا، يبقى فيه تيرنز ريشيو 1000، بحيث تحول لنا الفولتج احنا اخترناه هنا في اللو فولتج سيكشن تحوله لنا لكيلو فولت. فبيسكلي بيبقى في عندنا طبعا دي من ناحيه السيفتي، طبعا دي بتبقى ابسط بكتير بالسيفتي، بالنسبه للايز اوف امبلمنتيشن بيبقى ابسط بكتير. فهنا احنا بنختار يعني بيبقى في عندنا تابس كده موجوده في الاوتو ترانسفورمر، بنختار بيها الكيلو فولت بيك بيساوي كام. ده طبعا ممكن نختاره باشكال مختلفه، ممكن مثلا بيبقى في ساعات في الانظمه القديمه كان بيبقى ميكانيكال سويتش، في الانظمه الجديده طبعا الكلام ده كله بيتعامل بشكل ديجيتال، بيتعامل بشكل يبقى في عندي مثلا مالتيبلكسر او حاجه زي كده، وممكن يبقى في ريلي او واتيفر. في الاخر بيبقى عندنا سيلكشن للفولتج اللي احنا محتاجينه من الاوتو ترانسفورمر، بحيث ان هو بعد كده باخده بضربه مثلا في 1000 بحيث يديني الكيلو فولت بيك اللي انا محتاجه. طبعا علشان اقيس الكيلو فولت بيك بيبقى ابسط بكتير جدا ان انا اقيسه في اللو فولتج، وانا عارف اوريدي التيرمز ريشيو كام، يعني بيسكلي اقدر ان انا احدد منها الكيلو فولت بيك اللي طالع براكتيكالي بيساوي كام. فهنا انا بقيس الكيلو فولت بيك كمثلا كفولت، يعني لو مثلا لو قيسته لقيته 50 مثلا، ابقى عارف ان هي في التيوب مثلا بيبقى فيه 50 كيلو فولت بيك، مش 50 فولت بس. نفس الكلام برضو بنعمله الحقيقه بالنسبه للكنترول بتاع الملي امبير، بيبقى عندي برضو حاجه زي سيلكتور كده بيحدد لي بالظبط الكرنت اللي ماشي في الفيلمنت بيساوي كام. فهنا برضو بقدر اعمله بان انا باخد جزء من الاوتو ترانسفورمر، والجزء دوت بمشيه في ديفرنت ريزيستورز هنا بحيث ان هو يتحكم لي في الكرنت اللي ماشي هيكون كام بالظبط. فدي برضو بعمل السيلكشن دوت بشكل يعني موجود عندي في اللو فولتج مش في الهاي فولتج، بحيث ان انا اقدر اعمله بشكل مبسط. في الاخر خالص الجزء اللي هو في يعني وانس ان انا اخترت من الاوتو ترانسفورمر الفولتج بتاعي كام، هو بعد كده بيروح على الهاي فولتج ترانسفورمر ويتحول لكيلو فولت بالشكل اللي انا محتاجه. نتكلم تاني بتفاصيل على الادجستمنت بتاع الكيلو فولت بيك بيحصل ازاي. احنا بيسكلي اول حاجه لازم نتذكر ان الكيلو فولت بيك هو اللي بيحدد الكواليتي بتاعت الاكس راي بيم. الكواليتي معناها هل الاكس راي بيم دوت يقدر يبنتريت مسافات كبيره ولا لا، هل يقدر يبنتريت حاجات فيها اتنيويشن عالي مثلا زي البون ولا لا، حاجات بالشكل ده. فحاجه مهمه جدا ان احنا نقدر نكنترول الكيلو فولت بيك. فطبعا زي ما كنا بنقول في يعني صعوبه كبيره ان احنا نعمل سويتشنج على يعني فولتج بالكيلو فولت، وخاصه لما نتكلم على 100 120 150 كيلو فولت بيك. فبالتالي بيبقى اسهل زي ما كنا بنقول ان احنا نستعمل اوتو ترانسفورمر عشان ناخد منه الفولتج دوت مقسوم على فاكتور معين، مقسوم على 1000 مثلا، يعني بدل ما بتكلم على 100 كيلو فولت بيك بتكلم على 100 فولت بيك. اوكي، فده بيبقى ماتش مور ريزونبل، واقدر ان انا اعمله بشكل مبسط، يعني الدايره بتبقى بسيطه وفي نفس الوقت بيديني الفانكشن اللي انا عاوزها. فبالتالي بيبقى في عندي الاوتو ترانسفورمر، بيبقى في عندي هنا تابس تسمح لي ان انا اختار مثلا هنا، مثلا اختار هنا امشي عشرات هنا وامشي هنا وحايد احاد مثلا، بحيث ان انا بين الاثنين دول اقدر احدد الكيلو فولت اللي انا محتاجه بالظبط. طبعا السويتشنج دوت ممكن يحصل بشكل ميكانيكال او ممكن يحصل بشكل الكترونيك. في الاخر بقدر ان انا باستعمال الكونسول، اليوزر لما بيحدد الكيلو فولت بيك اللي هو عايزه كام، السيستم بيتصرف بيخلي الاوتو ترانسفورمر تابس المناسبه تبقى هي اللي كونكتد. ففي الاخر بيبقى في عندي هنا الفولتج اللي بين الطرفين دول بيبقى عباره عن الكيلو فولت بيك اللي انا محتاجه مقسوم على فاكتور معين انا عارفه. الفاكتور ده هو الفاكتور بتاع التكبير بتاع الهاي فولتج ترانسفورمر. يعني فرضا لو اعتبرنا الفاكتور ده 1000، يبقى معنى كده لو انا عايز 100 كيلو فولت بيك بحط هنا بين الطرفين دول 100 فولت، وبستعمل اكشوالي الميتر اللي بيقيس الكيلو فولت بيك اللي هو الاكشوال كيلو فولت بيك اللي بيبقى ابلايد، بيبقى بيسكلي موجود عندنا في اللو فولتج سكشن بيقيس الفولتج اللي طالع من الاوتو ترانسفورمر، مش بيقيس الاكشوال كيلو فولت بيك اللي موجود على التيوب. وانا بيسكلي وانس ان انا عرفت الفولتج ده وعارف انا الفاكتور اللي بيضرب فيه الهاي فولتج ترانسفورمر، يبقى بيسكلي اقدر ان انا اريليت الاثنين ببعض واقدر ديسبلاي الكيلو فولت بيك بشكل سليم. فبيسكلي احنا بنتكلم على هنا بنطلع اللو فولتج المقابل للكيلو فولت بيك اللي احنا محتاجينه، وبعد كده بيروح للهاي فولتج ترانسفورمر برايمري يكبره بقى يضربه في 1000 مثلا علشان يوصله للكيلو فولت بيك اللي احنا محتاجينه.
طبعا الـ الـ الكلام ده برضو بيحصل بالنسبه للفيلمنت. الفيلمنت برضو زي ما احنا شايفين كده بيبقى عندنا جزء من الاوتو ترانسفورمر بيحدد برضو يعني حسب الريزيستنس الموجوده هنا بتحدد لي بالظبط الملي امبير اللي بيمشي في الفيلمنت بيساوي كام. الفيلمنت طبعا يعني نقدر نحدد ملي امبير باستعمال السلكتورز دي بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنتكلم عليها بالنسبه للكيل فولت بيك. بس هنا بقى الاكشوالي اللي بيحصل الملي امبير لازم يتقاس الناحيه الثانيه عشان يبقى الاكشوال ملي امبير، لان انا بحط كيلو فولت بيك وبعد كده لازم عشان اقيس الاكشوال ملي امبير او اقيس الاكشوال تيوب كارنت لازم اقيسه من الجزء اللي فيه هاي فولتج. فبالنسبه للملي امبير نكرر الكلام ده تاني، انا هنا بختار باستعمال سيلكتور، هنا الحاجه التابس اللي انا باخدها من الاوتو ترانسفورم بتبقى ثابته، بختار هنا من عدد من التابس كل واحده فيها ديفرنت ريزيستنس، وبعد كده بوصلها للفيلمنت. طبعا الفيلمنت ممكن تبقى عندي يعني عندي ممكن يبقى فيه سمول فيلمنت او لارج فيلمنت. السمول فيلمنت مفروض ان انا عندي ترانسفورمر بتاعها هو ده مثلا، دي سمول فيلمنت هي دي، واللارج فيلمنت هي الترانسفورمر الثاني دوت. فبيسكلي انا حسب ما انا عاوز اني واحده فيهم اللي شغالها، السويتش اللي هنا ده يا اما يبقى فوق يحدد لي السمول فيلمنت او تحت يحدد لي ان انا بستعمل اللارج فيلمنت. وحسب السيلكتور هنا يعني بيبقى فيه ريزيستنس مع الفولتج اللي هنا بتحدد لي بالظبط الكرنت اللي بيمشي هنا بيساوي كام. وطبعا الكرنت اللي بيمشي في البرايمري بيحدد الكرنت اللي بيمشي في السكندري، او بالتالي بيحدد الكرنت اللي بيمشي في الفيلمنت بيساوي كام. طبعا احنا عندنا الفكره الاساسيه في الاكس راي تيوب في الجنريشن بتاع الاكس راي ان انا بطلع الكترونز وبعمل لها اكسلريشن عشان تخبط في التارجت. فالفكره بتاعه الجنريشن بتاع الالكترونز بيبقى جاي اساسا نتيجه لحاجه بنسميها الثيرميونيك افكت. الثيرميونيك افكت هو الريليس اوف الكترونز فروم ا هيتد فيلمنت. يعني انا بسخن فيلمنت والفيلمنت دي معموله من ماده معينه، يعني لما بسخنها بشكل كبير بيبقى في عندي طاقه كافيه للالكترونز الموجوده فيها علشان تسيب الفيلمنت وتطلع تبقى موجوده بره حره. بعد كده بحط لها هاي فولتج، بعرضها لهاي فولتج او بحطها في الكتريك فيلد بيبقى يعني بيعمل لها اكسلريشن، والاكسلريشن ده بيخليها في الاخر تخبط في التارجت عشان تعمل لنا الاكس رايز. فبيسكلي احنا اساسا حسب الكرنت اللي احنا بنمشيه في الفيلمنت ده بيحدد لنا عدد الالكترونز اللي هتبقى حره من الفيلمنت، وبالتالي تحدد لي الملي امبير اللي هيمشي في التيوب هيساوي كام. طبعا يعني الكنترول بتاع الملي امبير هو مهم علشان يعمل لي الايفكت دوت، بس اكشوالي في انذر ايفكت حاجه بنسميها السبيس شارج ايفكت، ده الحقيقه بيعمل لي كرنت اضافي بالاضافه للملي امبير اللي انا كنت محدده اصلا من الاوتو ترانسفورمر. السبيس شارج ايفكت بيسكلي هو معتمد على الكي في بي اللي انا حاطه. يعني لما بحط كي في بي كبير جدا، الكي في بي دوت اللي هو الكيلو فولت بيك دوت بيشد الكترونز من الفيلمنت بغض النظر عن حراره الفيلمنت عامله ازاي. فبالتالي احنا بنتكلم على يعني as the KVP is raised, anode becomes more attractive to electrons that would not have enough energy to leave the filament. يعني احنا دلوقتي لما بنحط كرنت على الفيلمنت بنديله طاقه محدده بتخلي عدد معين من الالكترونز يطلع. في بعض الالكترونز الثانيه ما عندهاش طاقه كافيه عشان تسيب الفيلمنت. لما الكي في بي بتعلى زياده قوي بيحصل ان الالكترونز اللي ما عندهاش طاقه كافيه دي بتستغل الطاقه اللي جايه لها من الاتراكشن للانود وتسيب الفيلمنت وتزود لي الكرنت اللي هو ماشي في التيوب. فبالتالي بنتكلم على ان يعني ممكن ان احنا لما يكون عندنا كي في بي كبيره ممكن يبقى في عندنا التيوب كرنت بتبقى اكبر من الحاجه اللي احنا متوقعينها. وبالتالي لازم ان احنا نعمل كوركشن لحاجه زي كده، لازم السيستم الديزاين بتاع السيستم بيعمل كوركشن لحاجه زي كده، بيبقى عامل في اعتباره ان لما الكي في بي بتكون مثلا 120 كيلو فولت بيك مثلا يبقى في اديشنال ملي امبير بالاضافه للحاجه اللي انا عملت لها سيلكشن يبقى كذا، بحيث بعد كده لما اجي اعمل الحسابات بتاعتي يبقى الحسابات تبقى مظبوط. الاكسبوجر تايم هو البارامتر الثاني في الاكسبوجر بالاضافه للملي امبير. هما الاثنين مع بعض الملي امبير سكند معنى صح بيحددوا لنا الكوانتيتي بتاعت الاكس راي بيم. طبعا يعني كل ما انا رفعت الملي امبير او رفعت الاكسبوجر تايم بالسكند كل ما انا زودت الكوانتيتي بتاعت الاكس راي. يعني خليت الصوره بتاعتي تبقى عدد الفوتونز الافكتيف اللي بتعمل الصوره بتبقى اكبر.
ففي الاكسبوجر تايم بيسكلي هو عباره عن حاجه زي سويتش، يعني عباره عن حاجه زي موقد كده، يعني حاجه بتشتغل لوقت محدد وتقفل بعد كده السيركت. بمعنى ان انا دلوقتي بتخيل مثلا كانها يعني مثلا انا بشغل حاجه لفتره معينه، بعمل توقيت لفتره معينه، وبعد التوقيت دوت الاكسبوجر خلاص بينتهي. فبيبقى في عندنا انواع مختلفه من الاكسبوجر تايمرز، ممكن بعض منها بيبقى الكترونيك كنترول مايكرو بروسيسور، وده طبعا الحاجات اللي بتبقى الحديثه كلها بتبقى معموله كده، وتقدر تعمل لنا اكشوالي فيري تايت كنترول، يعني تخلي لنا الكنترول ممكن يبقى اب تو 1 ملي سكند، يعني ممكن احدد الاكسبوجر تايم بالملي سكندز، وده طبعا بيبقى فيري اكيوريت، بيبقى جنريتد بطريقه فيري اكيوريت. كان زمان في عندنا ميكانيكال تايمرز، الميكانيكال تايمرز دي زي التايمرز اللي بتستعمل مثلا في الحاجات اللي هي المعتاده، مثلا اللي هي الابلاينسز اللي موجوده في البيت او حاجات زي كده، بيبقى يعني بتبقى بيسكلي بيبقى حاجه بعمل لها مثلا روتيشن بشكل معين، وبعد كده بتبتدي ترجع، ولما ترجع خلاص بتسويتش اوف الاكسبوجر. فده طبعا ما هوش فيري اكيوريت، وطبعا حاليا هنلاقي ان الالكترونيك اكسبوجر تايمرز هم اللي موجودين دوميننتلي في الديزاين الجديدة. فبيسكلي احنا بنتكلم على الالكترونيك تايمرز، ممكن يبقى في عندنا حاجه اكشوالي اسمها الملي امبير سكند تايمر. الملي امبير سكند تايمر بيمونيتور ذا برودكت اوف ذا ملي امبير اند اكسبوجر تايمز، يعني بيسكلي بدل ما انا اعمل بس تايمنج وخلاص، لا انا ممكن انا اقول ان انا عايز ملي امبير معينه تمشي داخل الاكس راي تيوب. فممكن ان انا اخد قياس للملي امبير، وده بيتعمل اكشوالي في الهاي فولتج سكشن من الهاي فولتج جنريتور، والكترونيكلي بقى داخل المايكرو بروسيسور احسب الملي امبير دوت على فتره معينه، بحيث ان انا اتاكد الملي امبير سكند اللي انا محتاجه فعلا عدى في الاكس راي تيوب. فده الحقيقه الملي امبير سكند تايمر ده بيبقى اكشوالي بيبقى مور اكيوريت عن ان انا بس مجرد ان انا بعمل تايمنج ومش عارف اصلا الملي امبير اللي ماشي داخل التيوب بيساوي كام. فبنتكلم على الـ طبعا حسب الديزاين بتاع السيستم، كل ما كان السيستم احدث كل ما كان فيه خصائص بتخلي الاكسبوجر يبقى ماتش مور اكيوريت عن الانظمه القديمه. في عندنا نظام الحقيقه موجود في بعض الاجهزه بيسموه الاوتوماتيك اكسبوجر كنترول. احنا بنتكلم مثلا عن ملي امبير سكند تايمر، هو بيحدد لي الملي امبير والتايم بالسكندز اللي ماشي داخل اللي بيبقى فيه كارنت ماشي داخل التيوب. بس اكشوالي هو ده المفروض يحدد لي الكوانتيتي، بس انا اكشوالي ما اعرفش اكزاكتلي هاو ماتش من الكوانتيتي دي هو اللي ماشي فعلا وعمل لي الصوره. فالاوتوماتيك اكسبوجر كنترول هدفه ان هو يقيس الاكشوال فوتونز اللي هي موجوده في النظام بتساوي كام. يعني بمعنى ممكن ان انا مثلا اجي هنا، ده الايمج ريسبتور مثلا، المفروض الاكس راي بتيجي من الاكس راي تيوب كده تدخل في البيشنت وتيجي بعد كده تعمل لي اكسبوجر للايمج ريسبتور. لو انا جيت حطيت هنا فلوريسنس سكرين، الفلوريسنس سكرين دي بتاخد الاكس راي فوتونز اللي هي بتبقى فيري هاي انرجي وتحولها لفيزيبل لايت فوتونز. فيزيبل لايت فوتونز يعني بمعنى ان بيبقى في عندي بقى كأن مثلا عندي حاجه زي مثلا زي الشاشه بتاعه السي ار تي زمان، زي الشاشه بتاعه التلفزيونات القديمه اللي هي كانت معموله من تيوبس. فبنتكلم على ان هي الفلوريسنت سكرين بتحول لي الفوتونز بتاعه الاكس راي لاضاءه، وممكن الاضاءه دي اقيسها بفوتو دايت، وبالتالي ممكن ان انا منها اعرف عدد الفوتونز اللي جت كام بالظبط. وونس ان عدد الفوتونز اللي انا محتاجها عشان اعمل صوره بشكل مظبوط وصل للفوتو دايت، يبقى معنى كده بعمل ترمينيشن للاكسبوجر. فبالتالي انا هنا بعمل فيدباك، الفيدباك ده قائم على الاكشوال فوتونز اللي عدت في الايمج ريسبتور، ودي حاجه طبعا بتدي لي طبعا يعني نظام ادق بكتير جدا على الكنترول بتاع الاكسبوجر. ممكن نفس الحاجه يتعمل بحاجه اسمها انرجيشن تشامبر، ده بقى بيتحط الانرجيشن تشامبر بتتحط اساسا يعني قبل الايمج ريسبتور، يعني بدل ما بحطها في يعني بعد الايمج ريسبتور زي الفلوريسنت سكرين هنا، لا انا بحطها قبل الفلوريسنت قبل الايمج ريسبتور. الايونيزيشن تشامبر دي بتقيس لي يعني كل ما الفوتونز بتمشي فيها بيسكلي بتعمل ايونيزيشن داخل التشامبر، ومنها بقياسها بقدر اعرف عدد الفوتونز اللي مشيت كام.
طبعا يعني بتستعمل نفس المعلومه، بقدر برضو ان انا اعمل كنترول على الاكسبوجر سويتش، او لما بوصل لعدد الفوتونز المناسب بعمل ترمينيشن للاكسبوجر. طبعا لو احنا بصينا كمقارنه بين النظامين دول، انا في اعتقادي النظام ده بيبقى افضل شويه، علشان بيسكلي احنا كنا بنقول ان احنا لما بنخلي فيه مسافه بين الاوبجكت وبين الايمج ريسبتور، ده بيعمل لي بليرنج زياده. فاحنا بيسكلي مش عايزين يبقى فيه هنا حاجه بين الاوبجكت، بين الحاجه اللي احنا بنصورها، بين الشخص اللي احنا بنصوره والايمج ريسبتور. دايما بنحب السبجكت يبقى يعني دايركتلي ان كونتاكت مع الايمج ريسبتور، عشان نقلل الفوكال سبوت بلر مثلا. فبيسكلي بنتكلم على السيستم اللي فيه ايونيزيشن تشامبر، ده عيبه ان هو بيخلي في مسافه بين الاثنين، فبالتالي ممكن النظام ده يكون افضل شويه. بس عموما لو احنا بنتكلم على نظام الاوتوماتيك اكسبوجر كنترول، ده الحقيقه بيديني تحكم افضل وتحكم قائم على الاكشوال اكسبوجر اللي حصل للامج ريسبتور، بدل ما انا بحدد الكلام ده بطريقه فيد فورورد، يعني بطريقه بحدد بس بالظبط الكرنت اللي مشي كام في التيوب والوقت اللي مشي فيها قد ايه، من غير ما اعرف عدد الفوتونز اللي وصل فعليا للامج ريسبتور. الهاي فولتج جنريتور مهمته الاساسيه هو to increase the output voltage from the auto transformer to KVP necessary for the X-ray production. زي ما كنا بنقول احنا لما بنيجي نعمل selection للكيلو فولت بيك، في منتهى الصعوبه نعمل سويتشنج بين 90 كيلو فولت بيك و100 كيلو فولت بيك. يعني بيبقى لما بعمل سويتشنج بالكيلو فولت، بيبقى دايما السويتش دوت بيبقى التصميم بتاعه في منتهى الصعوبه، عشان طبعا الاركينج، وعشان بنتكلم على فولتجز عاليه جدا جدا جدا. فالاسهل ان احنا نعمل السويتشنج دوت في اللو فولتج سكشن، وبعد كده باخد الاوتبوت بتاع اللو فولتج سكشن بدخله للهاي فولتج ترانسفورمر او الهاي فولتج جنريتور، علشان يطلع لي الفولتج دوت للكيلو فولت بيك رينج اللي انا محتاجه. فالهاي فولتج جنريتور اللي بيعمل لي الكلام ده فيه ثلاث اجزاء اساسيه. اول حاجه الهاي فولتج ترانسفورمر، ثاني حاجه الفيلمنت ترانسفورمر، وفي عندنا مجموعه ريكتيفايرز علشان تعمل لنا ريكتيفيكيشن للفولتج اللي جاي لنا من المينز. فبيسي بيبقى شكل الجنريتور حاجه بالشكل ده كده، بيبقى في عندي الهاي فولتج ترانسفورمر بيبقى ضخم جدا موجود هنا في البيز هنا كده، بيبقى فيه الفيلمنت ترانسفورمر بيبقى اصغر شويه، بيبقى في عندنا مجموعه الدايوز اللي بتعمل ريكتيفيكيشن ممكن تبقى في النص هنا كده، وبيبقى كل الكلام ده انكلوزد داخل اويل. بيبقى في عندنا بيسكلي يعني في عندنا نوع من انواع الزيوت العازله، يعني هدفه الاساسي ان هو دلوقتي انا عندي فولتج ترانسفورمرز بيبقى فيها فولتجز عاليه جدا، فلازم احط فيه عازل يبقى قوي بحيث ما يحصلش بريك داون ويعمل لي اركينج داخل الجنريتور. فالاويل الموجود ده هدفه الاساسي اكشوالي ان هو يعمل الكتريكال انسيوليشن، يعني يعزل عزل كهربي. بيسكلي لما بتكلم على يعني ممكن برضو ان هو من الفوائد الاخرى بتاعته ان هو بياخد الحراره اللي بتتولد في الجنريتور او في الترانسفورمر، ممكن يعمل لها ديسيبيشن برضو، بس الهدف الاساسي بتاعه الكتريكال انسيوليشن. الهاي فولتج ترانسفورمر هو عباره عن ستيب اب ترانسفورمر في منتهى البساطه، بس لازم يكون ايزوليتنج ترانسفورمر. ايزوليتنج ترانسفورمر معناها ان عندي البرايمري والسكندري ما هماش نفس الكويل، زي ما احنا شفنا في الاوتو ترانسفورمر كان عندنا البرايمري والسكندري هم على نفس الكويل. هنا ما ينفعش يكون كده، علشان اخلي فيه عزل بالنسبه للجزء اللي فيه الكونسول، الجزء اللي هو اللو فولتج، ما يبقاش يعني في اوميك كونتينيوتي بينه وبين الجزء اللي فيه الهاي فولتج. فبيسك ده ستيب اب ترانسفورمر معناها ان هو التيرنز ريشيو بتاعته بتبقى عاده من 500 لواحد ل 1000 لواحد. لو 1000 لواحد معناها لو انا حطيت هنا في الاوتو ترانسفورمر حطيت 100 فولت، يبقى معنى كده هيطلع لي هنا 100 كيلو فولت. اوكي، فبالتالي احنا بنتكلم على ان مجرد بس ان هو بياخد الفولتج اللي جاي لي من السيلكشن بتاع الكي في بي اللي هو موجود في الكونسول، ويكبره لي عشان يبقى هو ده الفولتج المناسب اللي هو يوصل في الاخر للاكس راي تيوب ويعمل لي الاكسبوجر اللي انا محتاجه. مهم جدا طبعا يبقى في عندنا هاي فولتج ريكتيفيكيشن، لازم الفولتج اللي جاي لنا دوت ما ينفعش ان انا ادخله زي ما هو كده على التيوب. بيسكلي احنا يعني كريكتيفيكيشن بروسيس عموما يعني الهدف بتاعها ان هي بتكونفيرت الاي سي تو دي سي. يعني لو عندي فولتج AC بنحوله لDC،
دي سي مش معناه ان هو يبقى فلات كده، مش معناه ان هو يبقى يعني ابسولوتلي كده ما فيهوش اي فاريشنز. عاده الناس تعرفت ان هي بتتكلم على الدي سي لما يكون الفولتج عندي له اتجاه واحد بس. يعني على سبيل المثال لو انا بتكلم هنا مثلا الفولتج هنا له اتجاهين، له بوزيتيف ونيجاتيف. وانس ان انا اخدته انا هنا حطيت بس دايود هنا ودايود هنا، الدايود ده يسمح للكرنت يمشي في الاتجاه ده، ما يسمحش ان هو يمشي في العكس. فبالتالي في البوزيتيف يعني في البوزيتيف هاف سايكل الفولتج يقدر يعدي، علشان الفولتج بيسيكلي يقدر يعدي في الاتجاه ده كده. انما في النيجاتيف سايكل بيسيكلي الدايود دوت والدايود دوت بيبقوا ريفرس بايست. ريفرس معناه ان هو يبقى كلوز، يبقى مقفول، فبالتالي مفيش فولتج يقدر يعدي، مفيش كرنت يقدر يعدي. وبالتالي انا هنا حولت الفولتج في الاوتبوت بتاعي لدايركشن واحد بس، بقى دلوقتي يا اما زيرو يا اما بوزيتيف، مفيش نيجاتيف خلاص. فبعتبر دوت ان هو دي سي. اللي بيختلف بقى يعني بين الحاجات اللي زي كده هو بيسكلي انا عندي الشكل بتاعي هنا عامل ازاي. لو عندي مثلا حاجه زي كده بسميها هاف ويف ريكتيفايد، لو عندي كل السايكلز دي موجوده ممكن اعمل هنا حاجه زي بريدج كده ويبقى في عندي بقى فول ويف ريكتيفايد سيجنال. يعني بيبقى في عندي بنسميها بقى عدد البلسز، يعني هنا بسميها مثلا 1 بلس، الثانيه هنا بنسميها 2 بلس. يعني بتكلم هنا في كل سايكل بيبقى في عندي كام بلس، هنا عندي 1 بلس، هنا بيبقى في عندي 2، وممكن عندنا مثلا في 3 فيز يبقى عندنا 3، ممكن يبقى عندنا 6، يعني ممكن يبقى في عندنا بيسيكلي عدد من الانظمه بتاعه الريكتيفيكيشن اللي تسمح لنا ان احنا ناخد عدد مختلف من البلسز الموجوده. فبالتالي احنا بنتكلم، احنا طبعا هنا لازم الترانسفورمر ما ينفعش ان انا اعدي سيجنال هنا تكون دي سي، فلازم الاول اعدي السيجنال في اي سي فورم، بعد كده اعمل لها ريكتيفيكيشن في الهاي فولتج سيكشن. فبالتالي احنا طبعا محتاجين هنا على تيوب محتاجين دي سي، علشان ما ينفعش ان الكاثود والانود يبقى عليهم الترنيتنج فولتج. الكاثود لازم يكون نيجاتيف all the time والانود لازم يكون positive all the time. لو حصل ريفرسال يبقى ملهاش معنى، لان احنا لو حصل ريفرسال، لو احنا فرضا حطينا نيجاتيف فولتج على التيوب بيسيكلي الالكترونز هتعمل اكسلريشن من الانود للكاثود، فتعمل بيسيكلي بومباردمنت للكاثود. انا ما عنديش تارجت في الكاثود علشان يعمل لي جنريشن للاكس راي، فلازم اميك شور ان دايما الانود بيبقى هو البوزيتيف سايد all the time والكاثود بيبقى النيجاتيف سايد all the time عشان الاكسلريشن يتم في الاتجاه من الفيلمنت للتارجت. فبيسيكلي ده الهدف بتاعنا في عمليه الريكتيفيكيشن، وده طبعا يعني لازم واخدينه في اعتبارنا علشان ما ينفعش الكرنت يبقى ماشي ان ريفرس في داخل الاكس راي تيوب. في عندنا انواع من الجنريتورز بتستعمل سنجل فيز، يعني بتستقبل كفولتج انبوت سنجل فيز، يعني بتاخد بس 220 او 240 فولت ذاتس ات سنجل فيز، او ممكن منها بتاخد 3 فيز، يعني بتاخد ثلاث اطراف اللي هم كل واحد فيهم بيبقى 240، يعني في الاخر بقدر احصل منهم على حاجه بتبقى عباره عن ثلاثه ساينوسويدال سيجنالز بينهم بعضهم فيز، يعني حاجه زي مثلا 120 درجه. فبالتالي بنتكلم على ان احنا السنجل فيز بنقدر نحصل منه بعد الريكتيفيكيشن ماكسيمم حاجه بتبقى فول ويف ريكتيفايد بالشكل ده كده، ده الموست افيشنت من السنجل فيز. طبعا نفتكر من الجزء بتاع الاكس راي برودكشن ان احنا عندنا الجزء اللي هو بيبقى فيه الفولتج يعني قليل هنا كده، لو انا افترضت مثلا هنا البيك 100 كيلو فولت بيك، بتكلم مثلا على 25 ال 50 ال 75 دول كلهم اقل من 100. فبالتالي بيبقى الجنريشن بتاع الاكس راي، الاكس راي كوانتيتي اللي بتطلع في اثناء ما انا بحط الفولتج دوت بتبقى قليله جدا في الجزء اللو فولتج، وتبتدي تزيد لغايه لما تبقى بيك عند ال 100 كيلو فولت بيك. فبالتالي يعني زي ما احنا شايفين كده الشكل بتاع الجنريشن بتاع الاكس راي يعني بيعتمد على شكل الويف فورم عامل ازاي. فبالتالي لما انا بيبقى عندي ويف فورم تطلع من زيرو وتطلع للبيك وتنزل للزيرو، بيبقى عندي نفس الكلام الباترن بتاع الجنريشن بتاع الاكس راي بيبقى نفس الحكايه كده، بيبقى زيرو ويطلع وينزل وهكذا. فهنا بيبقى في عندي وقت في السايكل بيبقى فيها مشكله ان الجنريشن بتاع الاكس راي ما بيبقاش افيشنت. الكوانتيتي بتاعت الاكس راي اللي بتطلع في الاجزاء اللي بيبقى فيها الفولتج بتاعي فيري لو، يعني مثلا الجزء مثلا لغايه هنا كده مثلا، بيبقى بيسكلي بيخلي لي الافيشنس بتاعت الجنريشن بتاع الاكس راي ما هياش عاليه.
الميزه بتاعت الاكس راي، الاكس راي اللي معمول من 3 فيز، ان انا بيسك لما باخد ال 3 فيز سيجنالز دي واعملها ريكتيفيكيشن بقدر احصل على الحاجه زي كده، حاجه زي 3 فيز 6 بلس. لما بعمل فول ويف ريكتيفيكيشن لل 3 فيز سيجنال بحصل على حاجه بتبقى فيها فاريشنز قليله بالشكل ده كده. يعني بيسكلي زي ما انا شايف هنا كده ما بينزلش ابدا، الويف فورم ما بتنزلش ابدا لصفر، وبالتالي الافشنسي بتاعه الاكس راي هنا بتبقى ماتش هاير، عشان انا دلوقتي طول الوقت هنا في الجزء بتاع الفيري هاي بيك اللي موجود عندي في الويف فورم، وبالتالي الافشنسي بتاعه الثري فيز جنريتورز بتبقى ماتش هاير عن السنجل فيز جنريتورز. احدث تكنولوجي موجوده في الاكس راي جنريتورز هي الهاي فريكوانسي جنريتور. الhigh frequency generator produce nearly constant potential waveform، يعني basically الاوتبوت بتاعه بيبقى almost حاجه بالشكل ده كده، بيبقى almost يعني عند نفس الفولتج طول الوقت، وده طبعا بيحسن جدا 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 الايمج كواليتي بتاعتي، وبيحسن الايمج كوانتيتي برضه بنفس الشكل. efficiency بتاعت الجنريشن بتبقى much higher لما بعملها بالشكل ده. الفكره بتاعت الhigh frequency generator ان انا باخد الاي سي العادي جدا اللي هو من المينز، بعمل له فول ويف ريكتيفيكيشن، بعمل له فلتر بعد كده بحيث احوله دي سي. دي سي طبعا بيبقى الفولتج بتاعه بيبقى يعني باخد ال 220 بعمل لها، بس مجرد ان انا بخليها تبقى اولموست عند يعني الليفل بتاع السيجنال بتاعتي بيبقى مثلا 220 فولت مثلا دي سي. بعمل لها انفرجن، الانفرتر بيبقى هدفه ان هو ياخد دي سي ويحوله لاي سي، يحوله للفريكوانسي. بس انا بعمل الانفرتر ده بشكل بحيث يخلي لي الفريكوانسي تبقى فيري هاي فريكوانسي، بتكلم على 100 كيلو هرتز مثلا حاجه، يعني عاده ممكن تبقى مثلا عاده من 25 ل يعني من 500 ل 25000 هرتز مش 100. يعني 100 دي بتستعمل في السويتش مود باور سبلايز، يعني دي مختلفه شويه كابلكيشن مختلف. فبيسك لما انا برفعها لفريكوانسي عاليه جدا بالشكل ده كده، لما باجي بعد كده بعمل لها ترانسفورميشن، بعملها هاي فولتج ترانسفورمر، الترانسفورمر لما بستعمله في هاي فريكوانسي بيبقى حجمه اصغر اولا، بيبقى الافشنسي بتاعته اعلى، وفي الاخر بعد ما بحصل عليه بعد كده في الناحيه الثانيه لما بعمل له فول ويف ريكتيفيكيشن بيبقى اولموست دي سي بالشكل ده كده، وبالتالي بحصل على الفولتج ويف فورم هنا تبقى اعلى ما يمكن. يعني بتبقى بيسكلي الفاريشنز حوالين الكومن فاليو اللي هي البيك فاليو بتبقى قليله جدا 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 في الهاي فريكوانسي جنريتور، وبالتالي كافشنسي بتبقى احسن بكتير جدا وافضل من بقيه الجنريتورز سواء السنجل فيز او الثري فيز، لان هي بيسكلي بتخلي الفريكوانسي اللي طالعه بتبقى اعلى بكتير جدا، فبالتالي لما اعمل لها ريكتيفيكيشن بتبقى اولموست دي سي. لو حبينا نقارن بين شكل الريبل اللي طلع في كل واحده من الانواع المختلفه، لما بتكلم على الهاف ويف ريكتيفايد بيبقى شكلها كده، الفاريشنز فيها من فوق لغايه تحت بتبقى 100%. الفول ويف نفس الكلام، الويف فورم نفسها بتبقى من 100% لغايه زيرو، فبالتالي الفاريشنز فيها 100%. لما بتكلم على 3 فيز 6 بلس بتكلم على 14%، لما بتكلم على 3 فيز 12 بلس بتكلم على 4%، لما بتكلم بقى على هاي فريكوانسي جنريتور تبقى اقل من 1%. فاقل من 1% معناها ان انا فعلا اعلى افشنسي ممكنه، بحيث ان انا بعمل جنريشن للويف فورم تبقى فعلا يعني اولموست دي سي طول الوقت. فبالتالي لو احنا عندنا يعني الفولتج ريبل دوت كل ما قل بالشكل ده كده كل ما حسن لنا الراديشن كوانتيتي والكواليتي الاثنين مع بعض. فلو احنا عندنا الاوبشن ان احنا نختار اي واحد من الانواع المختلفه دي، بنختار الهاي فريكوانسي جنريتور في الاول، ولو ما كانش بنختار الثري فيز جنريتور، لان هما بيسك الافشنس بتاعتهم افضل بكتير جدا بالنسبه للراديشن كوانتيتي والراديشن كواليتي. لما نيجي نتكلم على مواصفات الترانسفورمر او الهاي فولتج جنريتور ان جنرال، عادة الناس بتتكلم عليها in terms of حاجة بنسميها الباور ريتنج بتاعتها. الباور ريتنج يعني معنى مثلا بقول ان الهاي فولتج جنريتور دوت 500 كيلو وات. ال 500 كيلو وات دي بيسكلي كباور هي عبارة عن الكرنت في البوتنشال، كرنت في الفولتج. النقطة ان احنا عندنا زي ما احنا شفنا السيلكشنز بتاعت الكيلو فولت بيك في سيلكشنز كتيرة مختلفة. فازاي ان احنا نحسب الباور ريتنج بتاع الهاي فولتج جنريتور؟ بيسكلي الاندستري ستاندرد، يعني الناس تعرفت في الاندستري ان احنا نستعمل الماكسيمم تيوب كارنت بوسيبل ات 100 كيلو فولت بيك وباكسبوجر تايم 100 ملي سكند. يعني بيسكلي بنست، يعني لما اقول مثلا 500 كيلو وات مثلا بتكلم على 100 كيلو فولت بيك
مضروبه في الكرنت الماكسيمم عند الاكسبوجر تايم اللي هو بيساوي 100 ملي سكند. بيسكلي ده بيحدد الماكسيمم افيلبل باور اللي اقدر اخدها من الاكس ري جنريتور. طبعا كل ما انا عليت او الريتنج كل ما كان اعلى بالنسبه للجنريتور كل ما كان قدرته على ان هو يعمل اكسبوجرز لمثلا يعني كوانتيتي اعلى للاكس راي كل ما كان اكبر. فبالتالي يعني طبعا بيبقى حسب الابلكيشن. لو بستعمل مثلا الابلكيشن مثلا زي مثلا لو بستعمل مثلا الكلام ده عشان اصور بيه عظم مثلا يبقى محتاج ان انا يبقى السيستم بتاعي يبقى الباور ريتنج بتاعه يبقى عالي شويه. لو بتكلم مثلا عن حاجات اللي هي الشالو مثلا زي الماموجرافي او زي الحاجات اللي زي كده بيبقى عاده ممكن يبقى الريتنج باور ريتنج ممكن يبقى اقل بكتير. فلما بتكلم بقى على ان احنا مش بس عندنا اختلافات في الكيلو فولت بيك بيبقى في عندنا اختلافات برضه نتيجه للريبل. يعني عندنا كام ريبل؟ لو احنا عندنا مثلا هاف ويف ريكتيفايد غير الفول ويف ريكتيفايد غير الحاجات دي كلها. فطبعا بيبقى في عندنا لازم يكون في عندنا كوركشن للباور ريتنج حسب الانواع بتاعت الجنريتورز نفسها. عاده زي ما احنا شفنا في السنجل فيز جنريتورز بيبقى في عندنا تفاوت في الويف فورم ممكن تبقى زيرو في وقت وممكن تبقى 100% في وقت اخر. فبالتالي بيبقى في عندي لازم احط في اعتباري حاجه زي 0.7 يعني باخد الار ام اس فولتج يعني بيسيك لما باخد الفول ويف ريكتيفايد سيجنال باخد مثلا 0.7 كفاكتور اوف كوركشن للباور ريتنج بتاعي في حاله السنجل فيز جنريتورز. لما بتكلم على 3 فيز او بتكلم على هاي فريكوانسي جنريتورز بتكلم ان اولموست الار ام اس هو نفسه الفولتج طالع ما فيش اختلاف كبير. الريبلز اللي موجوده عندي تبقى قليله جدا بحيث ان انا ممكن ان انا اهملها خالص. فبالتالي لازم ان احنا ناخد الكلام ده في اعتبارنا. فعموما في الباور ريتنج ان سمري بناخد الماكسيمم كارنت اللي عندي 100 كيلو فولت بيك لما يكون الاكسبوجر تايم 100 ملي سكند وبحسب الباور هي عباره عن ال 100 كيلو فولت بيك تايمز الكارنت دوت. ونعمل بعد كده كوركشن لو عندنا سنجل فيز بعمل كوركشن عشان دي بقى الار ام اس فاليو. لو عندي مثلا فول ويف ريكتيفايد سيجنال بضرب في 0.7 مثلا. اوكي لما بيكون عندي هاي فريكوانسي جنريتور نتيجه ان الريبل بيبقى قليل جدا بيبقى الار ام اس اولموست نفس الفولتج اللي طالع يبقى في الحاله دي مش محتاج ان يكون عندي كوركشن فاكتور بيبقى بيسيكلي بضرب في واحد. نعمل سمري للاكس راي سيركت. بيبقى في عندنا ثلاث اجزاء اساسيين موجودين في الاكس راي سيركت. بيبقى في عندنا لو فولتج سكشن اللي هو متصل بالكنترول كونسول. بيبقى في عندنا هاي فولتج سكشن اللي هو فيه الهاي فولتج جنريتور. بيبقى في عندنا الاكس راي تيوب كونكشنز. بيبقى في عندنا الجزء الاولاني اللي هو الكنترول كونسول دوت اللي هو فيه اوتو ترانسفورمر. اوتو ترانسفورمر حسب الكيلو فولت بيك اللي احنا محتاجينه بنختار من هنا فولتج مقابل لي. يعني مثلا لو انا كنت بتكلم ان انا محتاج اعمل سيلكشن ل 50 او 60 كيلو فولت بيك بختار هنا يعني تابس من هنا بحيث انها تختار لي هنا 50 فولت مثلا. وهنا طبعا بيبقى فيه الهاي فولتج جنريتور ده بيضرب في فاكتور بيبقى الهاي فولتج ترانسفورمر بيضرب في فاكتور مثلا 1000 بحيث ان الفولتج اللي هنا ده يتحول بعد كده للفولتج اللي انا عايزه في الجزء اللي فيه تيوب. الميزه بتاعت ان انا بعمل الكلام ده هنا في اللو فولتج علشان يبقى السلكشن يبقى اسهل والسويتشنج يبقى اسهل. بيبقى فيه عندي برضو جزء تاني يعني مرتبط بيه بيبقى بيسكلي بقدر اعمل بيه سلكشن للملي امبير اللي بيمشي في الفيلمنت. وطبعا زي ما احنا اتفقنا الفيلمنت بنقدر نختار من حسب السلكشن بتاعنا حسب السلكشن هنا او هنا نختار اذا كنا نختار الجزء الاولاني او الجزء الثاني هو اللي يبقى ماشي فيه الكرنت وبالتالي نختار السمول او اللارج فيلمنت. بيبقى في عندي قياس للكيلو فولت بيك من الناحيه بتاعه اللو فولتج وانا عارف هنا الفاكتور كام فاقدر انا اعرضه بشكل سليم. بيبقى في عندي تايمينج سيركت. تايمينج سيركت دي بتخلي الفولتج اللي هنا يبقى موجود على الانبوت بتاع الهاي فولتج ترانسفورمر في الوقت بس اللي عايز اعمل فيه اكسبوجر. ده بيحدد لي بيسكلي الوقت اللي انا بعمل فيه اكسبوجر اللي بيبقى فيه عندي الانبوت للهاي فولتج جنريتور او هاي فولتج ترانسفورمر بيبقى موجود امتى وينتهي امتى وبالتالي الاكسبوجر تايم بيبقى بيسكلي وقته قد ايه. في الجزء الهاي فولتج بيبقى بيسكلي بعد ما بكبر الفولتج اللي انا عملت له سيلكشن من هنا بعمل له ريكتيفيكيشن. هنا مثلا على سبيل المثال ده كده فول ويف ريكتيفاير ده بحاجه زي البريدج كده اللي بقدر اعمل بيها فول ويف ريكتيفيكيشن علشان لازم يبقى عندي الفولتج على الانود لازم اولويز يكون بوزيتيف
ولازم الفولتج على الكاثود لازم اولويز يكون نيجاتيف. ما ينفعش يحصل ريفرسال للكرنت اللي ماشي في التيوب، لان احنا بيسيكلي احنا لازم الكرنت، لازم الالكترونز تيجي من الكاثود من الفيلمنت وتخبط في التارجت اللي هو موجود عند الانود. لو حصل العكس يبقى معنى كده مش هيحصل جنريشن الاكس راي. احنا محتاجين دايما الالكترونز تبقى بروجكتايلز كده وتخبط في التارجت عشان تعمل لها جنريشن الاكس راي، ما ينفعش انها تبقى ريفرست. فبالتالي احنا هنا بنحط الجزء بتاع الريكتيفايرز اللي هنا اللي موجود عندي دي علشان تعمل لي موضوع ان هي تحول لي الفولتج اللي جاي اي سي هنا، لان ما ينفعش ترانسفورمر ينقل اي حاجه غير الاي سي، بيحولها لي بعد الريكتيفايرز دي بيحولها لي الدي سي علشان تخلي لي دايما الانود والكاثود يبقوا دايما بنفس البولاريتي، نفس الانود دايما بوزيتيف والكاثود دايما نيجاتيف. الكرنت ملي امبير بيتقاس اكشوالي من الكرنت اللي ماشي هنا، الكرنت اللي بيمشي هنا في التيوب يعني اللي بيمشي من الكاثود للانود اللي هو بيبقى فعليا يعني بتكلم على الكرنت ماشي من الانود للكاثود بس الالكترونز ماشيه بالعكس. فبيسكلي بقى انا بقيس بقى الكرنت دوت بيبقى قد ايه، لازم اقيسه في الجزء دوت، ما ينفعش اقيسه في الناحيه الثانيه، نتيجه ان هو ده لازم يكون ان سيركت زي ما احنا عارفين. طبعا قياس الكرنت لازم يبقى ان سيريز مع الحاجه اللي انا بقيس فيها، لازم يكون ان سيريز جوه الدايره اللي انا بقيس فيها الكرنت. فبالتالي لازم الملي امبير يتقاس في الجزء بتاع الهاي فولتج سكشن. الكيلو فولت بيك مش محتاجين نعمل كده، لان احنا بنقيسه يعني بنقيس نسخه مصغره منه واحنا عارفين التكبير بيبقى كام، فبالتالي بنقدر نعرف هو بيساوي كام بالظبط. طبعا الكلام ده بيبقى في الاخر ده يعني ممكن يبقى في عندنا انواع تانية للجنريتورز، ممكن يبقى في عندنا لو بتكلم هنا الانبوت بتاعي هنا 3 فيز يبقى معنى كده بيبقى في عندي ريكتيفاير شكلها اعقد شويه عشان تعمل لي 3 فيز ريكتيفيكيشن. لو بتكلم على ان يعني بعمل بقى هاي فريكوانسي جنريتور بيبقى الدنيا كلها مختلفه خالص، بيبقى الطريقه اللي بعمل بيها جنريشن للسيجنال نفسها اللي انا بدخلها على الهاي فولتج ترانسفورم بتبقى هاي فريكوانسي سيجنال، ودي مختلفه تماما عن الدائره اللي احنا بنتكلم عليها دي. فالدائره دي از ان اكزامبل للحاله الخاصه بتاعت ان احنا بناخد سنجل فيز انبوت وبيبقى في عندنا فول ويف ريكتيفيكيشن. الانواع الاخرى طبعا بتبقى ماتش مور افيشنت، طبعا دايما بنحاول لما احنا بنكون بنشتري جهاز ولا حاجه بنحاول نجيب الحاجه اللي الافيشنسي بتاعتها بتبقى اعلى، نتيجه لان كل ما خلينا الافيشنسي اعلى كل ما حسنت لنا في الكوانتيتي والكواليتي بتاعت الاكس راي بيم.